يا اخويا، اديني اللي مشغلك. تكلمي عدل يا ست انت. ليه يا اخويا؟ سافر القفه معوجه ولا معوجه؟ اجري بسرعه. وانت مين انت عشان تقابليه؟ بقول لك ايه، مش عايزه رغي كتير، مش همشي من هنا لما يجي اللي مشغلك. طب اتكل على الله. اوعى انت بتخدي نفسك يا ست. سنتك سوده يا نديم باشا. يا نديم باشا يا نديم. يا باشا تعالي. بص يا باشا، انا المدام اتفقت معايا عشان ننفذ لها عمليه شمال لمؤاخذه، وهتدينا 200,000 جنيه. وانا بصراحه كده نفذت يا باشا، هاخد 100 قبل و100 بعد، وانا من الاخر كده جاي اخد ال100 اللي بعد. انا نفذت يا باشا، بس لمؤاخذه جيت لقيتها محبوسه. مصلحه ايه اللي كانت عايزاها منك؟ كانت عايزاني نعلم على واحده بتيجي لحضرتك المكتب، يعني نعمله معاها الغلط من الاخر. اسمها ايه الواحده دي؟ الواحده دي اسمها مالك. وعايزين اصدق الهبل ده؟ حقك يا باشا، بس انا بقى عندي اللي يخليك تصدق. امشي اطلعي بره. يا باشا، وليد بيه هو اللي معرفني عليها، والاتفاق كان على يده. بره. لا انا ما يتجاش حقي يا وانطة. لا يا باشا، انا جاي اخد حقي. هتاكلوا على ولايه يعني يا باشا؟ اسمعي يا صرصار، انتي مدام رشا ست محترمه ملهاش في الوسخات دي، ولو هلفطتي باي حرف ما حدش هيلحق يسمعك لاني هكون خلصت عليك. بره ابوكي انتي ورشا فيهم واحد.